بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، وهي انطلاقة الشوط الثالث. والشوط الثالث يضم نخبة من الزمول المحليات الأصائل لأبناء الغبائل. مسافتنا 8 كيلومتر، ندائنا وجوائزنا للمراكز العشر الأوائل. وبنصير بكم مع مقدمة هذا الشوط، أرى الآن في المركز الأول الأسد للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري، وفي المركز الثاني الأسد للسيد خلفان بن علي بن خلفان الرفيس الاجتبي، وفي المركز الثالث الطف المركز الثالث للسيد يمعة بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، وفي المركز الرابع مياس للسيد مايد بن سعيد بن عامر المنصوري، وفي المركز الخامس رويان للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي، وفي المركز السادس الهود للسيد عبد الله بن حميد بن سلطان بالكديد الفلاسي، وفي المركز السابع سراب للسيد احمد بن مانع برحمه الشامسي، وفي المركز الثامن وزيرستان في المركز الثامن للسيد محفوظ بن خميس الينيبي، وفي المركز نشوف اللي في المركز الثامن ولا التاسع. المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع، وداعي لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. وفي المركز العاشر في هذه اللحظات هملول للسيد سالم بن نايع بن سالم بالشاوي، وزيرستان اسم مميز يا ابو ناصر للسيد محفوظ بن خميس الينيبي. يا سلام يا ابو ناصر على هذه الاسامي، جنيف وزيرستان العموم العديد والعديد. نرجع الى مقدمة هذا الشوط، يا سلام اسد ميدان حتى هذه اللحظات هو في المقدمة، والعصاقوس والبطان يا سلام. ها هو الاسد تشاهدونه على شاشة التلفزيون للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري، لا زال مسيطر. بدينا نتجاوز لوحة الكيلومتر الاخير بقيادة الاسد. رويان في المركز الثاني للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي. يا سلام يا سلام يا سلام على العموم، ونحن نقترب من المنصة، نقترب من خط النهاية، والاخوان ما صدروا اي اوامر لا على الاسد ولا على رويان. ركبت الغاي ما ادري الجماعة عندهم شو السر. نحن نقترب من المنصة والزمول يقتربن والاوامر ما صدرت. يا سلام يا سلام، لكن ارى الاثنين تقريبا ما عليهم خوف، في المقدمة. ها هو الاسد وها هو رويان. يا سلام يا سلام يا سلام، الاسد لا زال مسيطر رغم الضغوط اللي من رويان للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري. رويان في المركز الثاني، رويان للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي في المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، وبانت المنصة، بان خط النهاية، والاسد ورويان في معركة بدون اي اوامر، معركة تلقائية، معركة تلقائية وعروض تلقائية، ونحن نقترب من خط النهاية. يا سلام، الاعصاب مثلجة، الاعصاب مثلجة حتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، رويان بدأ يحلق، على أجواء ميدان المرموم. بنقول سلام 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 عليكم يا أهل مرغم، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم. تهانينا للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي على فوز رويان بالمركز الأول. المركز الثاني الأسد للسيد سالم بن سهيل بن صالح العامري، وفي المركز الثالث مياس للسيد مايد بن سعيد بن عامر المنصوري، وفي المركز الرابع بقية المراكز بعيد عنا، نترك الأعضاء خط النهاية، ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول رويان. يا سلام يا سلام على انتزاع رويان في الأمتار الأخيرة،
اندفاعه الى خط النهايه والى الفوز والناموس في زمن وقدره 13 دقيقه 37 ثانيه بلوفا. وبالتمام تهانينا للسيد مطر بن نصيب الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني. الاسد ايضا ما قصر، الله يقول الحق، قدم عرض ما فيه الكفايه 13 دقيقه 38 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا للسيد سالم بن سيل بن صالح العامري والذي وصل في المركز الثالث. مياس قاطع مسافه 8 كيلومتر في زمن وغدر. نشوف التوقيت، ها هو مياس يقترب 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 من خط النهاية. نشوف، ها هو مياس قاطع المسافة 13 دقيقة 50 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مايد بن سعيد بن عامر المنصوري، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا